بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية. ومع هذا الخبر على الساحة الفرنسية كما نلاحظ دي ملي دو بيرسون دون لي ري دو فرانس كونتر لا فاكسيناسيون اي لو باس سانيتير. إذا نتكلم عن الآلاف من الأشخاص، ميل يعني ألف، دي ميلي يعني الآلاف، دي ميلي دو بيرسون. إذا نتكلم عن الآلاف من الأشخاص دون لي ري دو فرانس، في شوارع فرنسا، دون لي ري دو فرانس، في شوارع فرنسا contre la vaccination ضد التلقيح et le pass sanitaire et le pass sanitaire وضد الجواز الصحي كما نقول. إذن كما نلاحظ على الصورة plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au place du Palais Royal devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel à Paris le 17 juillet 2021. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au place du Palais Royal devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel le 17 juillet 2021. Plusieurs milliers de personnes, élèves, se sont rassemblés. يعني هم اجتمعوا. طبعا نتكلم على الverb se rassembler. هذا فعل اجتماع. Rassembler يعني أنك أنت تجمع شيئا. Se rassembler يعني كما نقول أن الإنسان يجمع نفسه أو مجموعة من الأشخاص يجمعون أنفسهم. إذا نتكلم هنا عن un verbe pronominal يعني فعل كما نقول ضميري، أنه يعود على الأشخاص الذين يقومون بالفعل منهم وإليهم، أو نتكلم عن شخص يقوم بالفعل منه وإليه. إذا نستعمل هذا سو. إذا كما قلنا عندنا لو فيرب سو غاسومبلي، سو سون غاسومبلي، إذا هم اجتمعوا أو بلاس دو بالي رويال يعني في ساحة القصر الملكي. طبعا كما تعرفوا بأن فرنسا كانت في القديم مملكة ثم أصبحت جمهورية. دوفون لو كونساي ديتا أمام مجلس الدولة كما نقول البرلمان. دوفون لو كونساي ديتا أمام مجلس الدولة إي لو كونساي كونستيتيسيونيل. إي لو كونساي كونستيتيسيونيل ثم أمام المجلس الدستوري. لا كونستيتيسيون يعني الدستور. أباري بباريس لو 17 جويلية 2021. إذا في هذا التاريخ. إذا نتكلم عن البارحة، البارحة السبت. بليزيوغ ميلي دو بيرسون، عدة آلاف من الأشخاص، دون أو موان تخوا غاسومبلومون. كان ممكن نقول دون تخوا غاسومبلومون، يعني في ثلاثة تجمعات. دون تخوا غاسومبلومون، في ثلاثة تجمعات. لكن ماذا عندنا هنا؟ دون أو موان يعني في على الأقل. دون أو موان في على الأقل تخوا غاسومبلومون، ثلاثة تجمعات. رأينا قبل قليل بليزيوغ ميلي دو بيرسون سو سون غاسومبلي، عدة آلاف من الأشخاص أنهم اجتمعوا. سو سون غاسومبلي كما قلنا نتحدث هنا عن لو فيرب سو غاسومبلي. طبعا هنا عندنا غاسومبلومون، إذا تجمعات. إذا هنا عندنا تجمعات. دون أو موان، دون أو موان في على الأقل تخوا غاسومبلومون، ثلاثة تجمعات. المقصود بأن هاد عدة آلاف من الأشخاص أنها كانت في أكثر من ثلاثة تجمعات، أنها كانت في أكثر من ثلاثة تجمعات. هاد الأشخاص مانيفيستي أنهم كانوا يتظاهرون. إذا نتحدث عن لوفير مانيفيستي، مانيفيستي كانوا يتظاهرون ساندي أبخي ميدي يوم السبت بعد منتصف النهار 17 جويلية يعني 17 شهر 7 17 يوليوز أباري بمدينة باريس بالعاصمة باريس كونتخ لا فاكسيناسيون. هم تظاهروا ضد التلقيح لا ديكتاتور أو لو باس سانيتير. طبعا يسمونه لا ديكتاتور، يسمونه الديكتاتورية. طبعا الديكتاتورية كما تنعرفوا هو إملاء للرأي الوحيد، تكون عندنا رأي واحد يطبق من شخص ما أو من جهة ما ولا تكون فيها استشارة للشعب. إذا لا ديكتاتور أو لو باس سانيتير أو الجواز الصحي. دي مانيفيستاسيون أو يوليو كما نقول تظاهرات كان لها وجود ايغالمون يعني ايضا دون بليزيوغ زوطخ فيل فرونسيز.
في عدة مدن أخرى فرنسية، في عدة دون بليزيور، في عدة أوتر فيل مدن أخرى فرنسيز فرنسية. Près de 114 000 personnes ont manifesté dans toute la France contre les nouvelles mesures sanitaires. Près, يعني قربة، المقصود تقريبا أو بما يعادل. Près de 114 000 personnes ont manifesté dans toute la France contre les nouvelles mesures sanitaires. حوالي 114 ألف شخص ont manifesté مرة أخرى. عندنا لو فيرب manifesté ومنها أحيانا نستعمل لا مانيفيستاسيون يعني التظاهرة، أو مانيفيستي أنهم تظاهروا دون توت لا فرانس في كل فرنسا كونتخ لي نوفيل ميزور ضد، كما نقول ضد القياسات الجديدة، المقصود ضد التدابير الجديدة، ضد التدابير الجديدة سانيتير الصحية. Contre les nouvelles mesures sanitaires. ضد التدابير الجديدة الصحية أو ضد التدابير الصحية الجديدة. Le ministère de l'Intérieur a recensé 136 rassemblements ayant mobilisé près de 96 000 personnes dans l'ensemble du pays. Eden, le ministère de l'Intérieur a recensé 136 rassemblements ayant mobilisé près de 96 000 personnes dans l'ensemble du pays. Eden, le ministère de l'Intérieur a recensé 136 rassemblements ayant mobilisé près de 96 000 personnes dans l'ensemble du pays. Wizara Dakhiliya, le ministère de l'Intérieur a recensé anna ahsat. طبعا نتكلم احيانا عن le recensement يعني الاحصاء. Eden a recensé, Eden عندنا le verbe recenser. إذن a recensé أنها أحصت 136 rassemblements 136 تجمعا. إذن وزارة الداخلية هنا أحصت 136 تجمع أيو موبيليزي أنهم حركوا بمعنى آخر أيو موبيليزي أنهم حركوا أو جنادوا près de 96 000 personnes تقريبا حوالي 96 ألف شخص dans l'ensemble des pays يعني في مجموع البلد لونسومبل مجموع أو مجموعة. مثلا في الرياضيات نقول لونسومبل A لونسومبل B لونسومبل C إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن مجموعات كل مجموعة تتضمن عناصر، هنا تقريبا نفسها ولكن شيئا ما مغاير. إذا أيو موبيليزي بخي دو 96000 بيرسون دون لونسومبل دي بي، هاد 136 تجمع أنها جندت حوالي 96 ألف شخص دون لونسومبل لي بي يعني في مجموع البلد. أباري في باريس بخي دو 18000 بيرسون أون مانيفيستي. أباري في عاصمة البلد باريس بخي دو 18000 بيرسون يعني قرب حوالي 18000 شخص أون مانيفيستي أنهم تظاهروا أجوتي لو مينيستير. أضافت الوزارة لو برومي كورتيج أ باريس. إذا نتكلم عن الموكب الأول في باريس لو برومي كورتيج أ باريس، نتكلم هنا عن الموكب الأول بباريس كومبوزي يعني هو مكون. طبعا نتكلم عن لو فيرب كومبوزي يعني كون، هذا من حيث الأصل. من حيث الأصل لو فيرب كومبوزي يعني كون أو ركب. إذا نقول مثلا إل سو كومبوز يعني هو يتركب، هنا تنتكلمو على لو فيرب سو كومبوزي. أما لو فيرب كومبوزي يعني أنك تركب، هنا تنتكلمو على لو برومي كورتيج أ باريس يعني الموكب الأول بباريس كومبوزي يعني هو كومبوزي يعني أنه مكون أو مركب إلى غير ذلك. إذا المقصود هنا أنه مكون دو كيلك ميلي دو بيرسون من بضع آلاف من الأشخاص سيتي لونسي يعني أنه انطلق سي لونسي. طبعا لو فيرب سي لونسي المقصود به سو لونسي يعني انك تنطلق. طبعا عندنا لو فيرب سو لونسي وعندنا لو فيرب سي لونسي. سي لونسي كما قلنا هنا يعني سو لونسي. طبعا لو فيرب سو لونسي المقصود به انك تنطلق، لونسي انك تطلق شيئا، لو فيرب لونسي انك تطلق شيئا. لو فيرب لونسي
أنك تطلق شيئا. إذا نتكلم عن لو فيرب لانسي ممكن نتحدث أيضا عن لو فيرب سولانسي، يعني أنك تنطلق. هنا ممكن نستعمل لو فيرب سولانسي، ولكن سولانسي أنها أقوى منها، يعني أن الناس ينطلقون بقوة، ينطلقون بقوة، هذا هو المقصود هنا. سيتي لانسي كما نقول أنهم انطلقوا، إذن كما نتكلم هنا عن هذه المجموعة بأنها انطلقت بقوة. سيتي لانسي إذن هي انطلقت بقوة دي بالي رويال من القصر الملكي دوفون لو كونساي ديتا، دوفون لو كونساي ديتا أمام مجلس الدولة إي لو كونساي كونستيتيسيونيل والمجلس الدستوري إي لو كونساي كونستيتيسيونيل وأمام المجلس الدستوري دون لو برومي أرونديسمون دو لا كابيتال، دون لو برومي أرونديسمون دو لا كابيتال، إذا في الدائرة الأولى للعاصمة. إذا طبعا هذه المؤسسات التي ذكرنا إذا هي تقع في الدائرة الأولى للعاصمة، بمعنى آخر أنها تقع بمعنى آخر في الدائرة الأولى للعاصمة. نتكلم عن باريس. avant de traverser la Seine، avant de traverser la Seine، إذا طبعا هم تجمعوا في هذا المكان ثم انطلقوا منه قبل أن يجتازوا. avant de traverser، طبعا لو فيرب traverser، لو فيرب traverser هي اجتاز، هذا فعل اجتاز. avant de traverser la Seine، قبل أن يجتازوا نهر السين، كما نلاحظ نهر السين يمر بباريس، إذا هم بعد ذلك اجتازوا هذا النهر. إذا كما قلنا avant de traverser la Seine، إذا قبل أن يجتازوا نهر السين، au cri de، يعني بصراخات ليبرتي، يعني حرية، إذا كانوا يصرخون حرية. عندنا هنا au cri يعني صراخات، ومنها le verbe crier يعني فعل صرخة، إذا au cri يعني بصراخات. دو ليبرتي يعني كانوا يصرخون حرية، ثم كانوا يصرخون ماذا؟ نو على ديكتاتور سانيتير، لا للديكتاتورية الصحية. المقصود كملوا أنهم يقولون لا تستغلوا هذه الظرفية الصحية لكي تفعلوا فينا ما تشاءون، لا تفرضوا علينا أشياء خارج المعقول. نو على ديكتاتور سانيتير، لا للديكتاتورية الصحية. أو ماكرون ديميسيون، ماكرون ديميسيون، ماكرون استقالة، ماكرون استقالة، ديميسيون استقالة، لا ديميسيون المقصود بها استقالة، ومنها فعل ديميسيوني يعني فعل استقالة. إذا ماكرون ديميسيون، إذا هم كانوا يطلبون استقالة الرئيس، هم يعتبرونه طبعا كمالوا أنه تواطأ على اتخاذ مثل هذه التدابير القاسية. طبعا كما نلاحظ بأن الكلام لازال مستمرا، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.